11000 جنيه وصال. نعم. يعني لغايه الباب. تداول قد ايه الذره؟ 20000. الذره طرحنا ما يقرب من 42000 طن. ألف. نعم. تمام. وما زلنا بنطرح. نعم. وبعد كده طرحنا الرده. نعم. الرده دي كانت عامله زي الحاجات اللي هي فيها ندره رهيبه، طرحناها ب 8000 جنيه. نعم. بتصل في السوق ل 11 و12000 جنيه. نعم. وبعد كده عملنا حاجه جديده اسمها باندلنج، انك تعرض السلعتين مع بعض. فطرحت الذره مع الرده عشان الاعلاف. نعم. فسعر الاعلاف ابتدى. نعم. ينخفض، ودخلنا السكر. ان شاء الله تباعا هيخش مجموعه من السلع الاخرى. يعني الذهب باذن الله يعني انتهينا من كافه المفاوضات مع الجهات المعنيه لطرح الذهب في البورصه. متوقع ان شاء الله الذهب، والله الذهب انا يعني باذن الله يعني على الشهر الجاي. ايوه. سبتمبر باذن الله يكون هناك طرح للذهب، سواء سبائك او جنيهات ذهب مش مشغولات. حاجه كمان جديده الحقيقه، وكان توجيه معالي وزير التموين والتجاره الداخليه الاستاذ الدكتور علي المصلحي، ان مضبوطات الجمارك يتم طرحها على البورصه في صوره مزادات. فدي حاجه ذهب ولا كل حاجه؟ بتكلم على الفضه، الفضه والذهب، والذهب والمعادن النفيسه وبعض المشغولات. بس دي هتبقى بنظام اوكشن او مزادات. نسقته مع الماليه في ده او الجمارك؟ نسقنا. هو خلي بال حضرتك كل المضبوطات دي. أيوة. بتروح لمصلحه الدمغه والموازين. فمصلحه الدمغه والموازين بتعمل مزادات. نعم. يعني ممكن تلاقي ساعه قيمه. نعم. مثلا. هتلاقي فيها كم ذهب مثلا يساوي سين. بس قيمه الساعه مش في الذهب. انما في العلامه التجاريه اللي هي 10 اضعاف قيمه الذهب. نعم. فبالتالي لازم يكون هناك مثمن متميز لطرح هذه السلع على البورصه المصريه. طب ايه الفائده لما اطرح الذهب عندكم في البورصه؟ هتلاقي ان السعر اصبح مقارب للسعر العالمي. خلي بالك انت حصل كان في الجرام كان في فروقات ما بين السعر العالمي وهنا، والسعر المحلي وصل ل 1200 جنيه. نعم. في الجرام. نعم. النهارده حصل تقارب. نعم. بسبب المبادره اللي اتخذتها الحكومه من دخول الذهب مع العائدين. لسه شغاله. لسه ما زالت شغاله، ودخل النهارده اخص حضرتك وبرنامجك الكريم 600 كيلو ذهب منذ الاعلان عن المبادره بدخول الذهب دون شرط او قيد الا اللي هي ضريبه القيمه المضافه، ودي بتبقى على الجرام لا تتعدى. لو يعني انت مدوها ممكن؟ بندرس. بتدرس. بندرس اثار. خلي بال حضرتك هنا بقى، عشان كده بقول ايه. أيوة. دور الدوله. أيوة. في الدخول، لان هي تكون صانع سوق. نعم. لضبط الاسواق. نعم. فضبط الاسواق 600 كيلو دول فرقوا في الاسعار طبعا، وسيكولوجيا ونفسيا. اول ما تم اتخاذ هذا القرار. نعم. قبل ما يخش كيلو ذهب. حصل انخفاض. انخفاض مش كده؟ فحاليا بتدرسوا. بندرس بنشوف. أيوة. الموقف الان. بنشوف الاسعار المتداوله مقابل الاسعار العالميه في بورصه شيكاغو، بورصه الذهب. خلي بال حضرتك في البورصات العالميه مفيش التغيرات سريعه جدا في سعر الخامه، فبالتالي والذهب له علاقه باسعار الفايده. نعم. مش كده؟ نعم. زي ما بنقول السكر له علاقه باسعار الطاقه. نعم. والوقود. نعم. فبالتالي هتلاقي السلع في تداخل كبير جدا. فاحنا بنقول النهارده تدخل الدوله بادوات اقتصاديه كصانع سوق بيهبط من الزيادات السعريه. طب لما انا اخد قرار زي كده واطرح، مين اللي يبقى موجود معايا؟ مين هيتعامل في المنظومه معاكم؟ بورصه؟ كل التجار ومصنعين. كل التجار. يعني هقول لحضرتك في السكر. احنا قلنا في القمح. المطاحن. مش كده؟ نعم. المطاحن بتحول الدقيق الى. نعم. بتحول القمح الى دقيق. نعم. مش كده؟ وبيتم طرح الدقيق ده في المكرونه وفي المخبوسات وخلافه. طيب النهارده في السكر مين اللي درق؟ احنا في الجلسه اللي فاتت طرحنا 14000 طن سكر. تم تنفيذ 19 عملية من قبل 19 شركة. ما بين تجار. شركات صناعات غذائية. شركات تعبئة وتغليف وتوزيع. نعم. فبالتالي لما بتوفر له دوت من شركات السكر المنتجة. نعم. فبالتالي الأسعار تنزل. بتنخفض. فهنا دور الدولة في الرقابة على الأسواق. طيب التجار حضرتك بتقول الذهب هيبقوا معايا. الذهب، تجار الذهب. تجار الذهب بالفعل يعني قعدنا اكثر من، مش عايز اقول لك كام جلسه يعني عشان ما تخضش. نعم. اكثر من 50 جلسه مع تجار الذهب عشان نصل الى معادله تسمح ليهم. اصل هقول لحضرتك حاجه. المصنع او التاجر يقول لك هروح البورصه ليه؟
يعني هستفيد ايه؟ المنطق؟ ايه العائد؟ او ايه العائد؟ وليه اظهر حجم اعمالي؟ مش كده؟ فبالتالي خليني بعيد عن البورصه. طيب فقلنا طيب مين اكبر جهه بتبيع وتشتري في الدوله؟ الحكومه. يبقى اذا الحكومه اما تبيع صنف او سلعه طب ما تبيعها عن طريق البورصه. نعم. ولما تشتري سلعه او صنف تشتريها عن طريق البورصه. تبيع ذهب وتشتري؟ افندم؟